السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم طبيب على الهواء. يسعدني النهاردة أن ألتقي بالدكتور سيد عبد الستار الصباغ، استشاري الأمراض الباطنة والقلب. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا يا فندم. النهاردة أعزائي المشاهدين هيكون موضوع حلقتنا الحمى الروماتيزمية. قبل ما نخوض في أعماق الحمى الروماتيزمية، يعني اسمحوا لي واسمح لي يا دكتور إن أنا بس معلش انا اسف، النهارده 25/3 بوجه بس على الهواء رساله لوالدتي، بقول لها كل سنه وهي طيبه، وكل سنه وكل الامهات طيبين، ولوالدتي الكبيره مصر يا رب تبقى دايما طيبه وبخير وامن وامان. سامحني يا دكتور. دكتور بعد اذن حضرتك، الحمى الروماتيزميه، احنا عندنا الحمى الروماتيزميه مرتبطه في ذهن الناس عموما بان هي لها علاقه وطيده باللوزتين، بامراض اللوز. المفهوم ده صح ولا غلط؟ وعايزين يا اما نعمقه ناكده او ننفيه. هي طبعا لها علاقه اكيد بالتهاب اللوزتين، او المخرج الرئيسي او المدخل الرئيسي للميكروب اللي هو البيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. ده اسم الميكروب؟ ده اسم الميكروب اللي هو بنسميه بالعربي الميكروب السبحي. ايوه، هو مشهور بالسبحي، معروف. يعني هو الميكروب نفسه مش هو اللي بيعمل الحمى الروماتيزميه، ولكن في تشابه في نسبة من البشر ما بين البروتين بتاع الميكروب وبعض بروتينات داخل جسمه، فيبدأ رد الفعل المقاوم للميكروب يأثر على البروتينات دي في نسبة من الناس عندهم هذا الاستعداد. يبقى ما فيش ارتباط مباشر ما بين اللوز وان هي تعمل حمى روماتيزمية غير في حوالي 3 من 10%. جميل، الحمد لله. يعني مش كل الناس اللي هتتعرض للوز هيحصل لهم السيكوالي ده بتاع الايه؟ بتاع الحمى الروماتيزمية المرض والكاركترز بتاعته. يعني بمنتهى البساطه يا دكتور، معلش انا عايز اوصلهم برضو للساده. علاقته باللوزتين ان هي في الغالب هي مدخل الميكروب، كويس؟ تمام. انما الميكروب ده بيصيب اي حد ويسبب بس مش كل اللوزتين العادي. العادي. ايوه. ماشي. وبيمشي خالص من غير ما يبقى فيه اي او اختلاط مناعي عند الناس كلها اللي بتصاب باللوزتين، ولكن نسبه حوالي 3 من 10%. كلمه اختلاط مناعي اللي دكتور سيد بيقصدها اعزائي المشاهدين هي يعني تبسيط للي الدكتور سيد قاله، ان الميكروب بيبقى بيشابه في بعض الناس اللي هم 3% من الناس. 3 من 10%. 3 من 10، طب الحمد لله. 3 من 10% كمان، دي نسبه اقل بكتير جدا من الناس. الميكروب بيشابه الجزء او نوع من البروتينات موجود في القلب او في صمامات الرئه. موجود في القلب بس، موجود في انسجه كتير من الجسم. فيجي المناعه الذاتيه بتاعت الطفل او بتاعه المريض هتروح تهاجم الميكروب، فبالمره او على وجه التشابه نفس التاثير، تعمل تاثير على انسجه على نفس البروتينات المشابهه للميكروب. تمام، في القلب وفي الكليتين على سبيل المثال، اللي في اماكن احنا ممكن نقولها بالتفصيل بس. فبيحصل حاجه اسمها مرض اللي هو سببه المناعه الذاتيه او اوتو اميون. تمام يا فندم. طيب دوت الميكانيزم اللي بيحصل او طريقه يعني تاثير الميكروب على 3 من 10% من الناس. تمام. السن اللي بتيجي فيها الحمى الروماتيزميه اكتر سن معرض لانه يحصل له الحمى الروماتيزميه من سن 3 لسن 15. ولكن الرينج ممكن بقى بيمتد من 5 لحد 25. عشان كده يا دكتور الحقنه اللي هي طويله المفعول اللي بتتاخد كوقايه بعد ما يبقى في حمى روماتيزميه بنوقفها في بعض المدارس عند سن 25 سنه؟ هو على حسب الدكتور، هو اللي لازم ياخد الديسيجن ده. تمام. ازاي؟ بناء على يعني في عيان مش ريسكي، كويس؟ يعني مش ريسكي يعني ما حصلوش كارديتس شديد. ما حصلوش كارديتس او حصل التهاب في عضلة القلب او التهاب في صمامات القلب وعمل باثولوجي او عمل له باثولوجي في المفاصل اثر على المفاصل. ايوه، ده بننصح يعني مجرد جات الحمى الروماتيزميه بس سخن. تمام. وما حصلوش اي تاثير. ايوه، بنديه حوالي 5 سنين بعد اخر عرضه للميكروب. اللي هو البنسلين طويل المفعول. بنسلين طويل المفعول، او الناس اللي عندها حساسيه بياخدوا اريثروميسين. جميل. طيب لو لا قدر الله تعالى سابت اثر، ممكن تطول المده لغايه طول العمر؟ احنا بقى على حسب، لو انا شايف ان ده عيان ريسكي ممكن، في بقى مدارس بتقول لحد سن 30 او سن 25. وفي ناس احيانا لما ليهم ريسكي قوي او يعني عنده مثلا ارتجاع في الصمام او بيتعرض للميكروب كتير او عوامل خطوره تانية، ممكن نديه لونج لايف.
طول العمر ماشي، يبقى زي ما الدكتور يعني يقيم الحاله كريسك كتوتال ريسك. انا بقابل حالات كتير يا دكتور بتبقى موصوف لها الحقنه دي وبتيجي عند سن معينه وبتبطلها من نفسها نتيجه لان يعني بيشتكوا شويه ان هي مؤلمه شويه في ال مؤلمه طبعا مؤلمه في يعني في الحقن نفسه، الدواء بيوجع جامد جدا، فبيقوموا جايين حضرتك يعني ادي نصيحه للناس اللي بياخد حقنه يستمر عليها لغايه اما الطبيب هو اللي يقول له. تمام، هو الموضوع من الاول لازم نعرف نفرق كويس ما بين ان واحد عنده دور برد او التهاب في الحلق وسخونه والام في المفاصل وما بين الحمى الروماتيزمية. جميل، ده احنا هنخش في الكرايتيريا بتاعتها او صفاتها وتعريفها. لان مثلا التهاب بالحلق او الانفلونزا او اي التهاب في الجهاز التنفسي العلوي كويس بيصاحبه ارتفاع في درجه الحراره ومن ضمن اعراضه الالام في المفاصل. تمام، الام في المفاصل دي ما تعتبرش كرايتيريا للحمى الروماتيزمية، دي كرايتيريا مصاحبه لاي انفكشن غالبا يعني. يعني دي صفه مصاحبه لاي عدوى فيروس انفكشن فلو ولا. جميل، ايه بقى الصفه او الصفات اللي هي خاصه بالحمى الروماتيزمية؟ تمام، انما الحمى الروماتيزمية لازم نفرق بقى ما بينها وما بين البرد العادي. ده غالبا حوالي 80% من العيانين بيقول ان هو كان عنده لوز من اسبوع لحوالي 20 يوم فاتوا كويس، دي الفتره اللي بيبدا يشتغل الميكروب خلاص وخف وخفت خلاص، هو خد العلاج او ما خدش علاج او حصل له ريزوليوشن او خف لوحده، خدت العادي بتاعتها وزوره خف والسخونيه والالم الحاد اللي كان جاي له في المفصل دي مشي، يجي بعدها باسبوع لحوالي 3 اسابيع يبتدي بقى اللي هي اعراض الحمى الروماتيزمية. يعني لما نشخص حمى روماتيزمية حاد بيبدا التهاب واضح في المفاصل، الدكتور بيشخصه، مش مساله ان هو بيحس بوجع كويس. بيبقى فيه احيانا التهاب او انتفاخ في الصمامات وخاصه الصمام الميترالي كويس، ودي برضو الدكتور اللي هيلاقيها مش العيان اللي شخصها. اكيد بالسماعه وبالايكو بالسماعه وبالمجال فوق صوتي. احيانا بيبقى فيه شويه نوديولز تحت الجلد يعني كلاكيع كده او في نوع معين من الطفح الجلدي بيظهر متميز والدكتور ممكن يشخصه. او في حالات نادره بقى بيبقى في حاجه اسمها ايه سيدنهايم كوريا او يعني نوع من الحركات اللا اراديه. اما احيانا ياثر في حاجه اسمها البيزل جانجليا او جزء معين من البيزل جانجليا يحصل اللي هي ده جزء من الجهاز العصبي من المخ. يبقى هنا في حوالي 5 اعراض موجودين سواء في الصمامات او في الجوينتس. الجوينتس بسرعه بعد اذن حضرتك يا دكتور سيد. الصمامات والجوينتس الكبيره خلاص. التهاب المفاصل اللي هو بتاع الحمى الروماتيزمية بيتميز بايه؟ بيتميز بايه؟ ان هو غالبا العيان بيقول كعب وبعد ساعتين يقول ركبتي وبعدين يقول ركبتي الثانيه وبعدين يعني ايه بيسموه متنقل او مهاجر من مكان لمكان. بيبقى له علامات واضحه يعني المفصل احمر ووارم كويس يعني. والديسابيلتي بتفرق من واحد للتاني يعني ايه مثلا ممكن واحد يبقى يكون ماشي بيه وواحد مش قادر على حسب بتفرق. دي اختلافات فرديه على حسب الايه. تمام. خلاص هنا الميكروب مشي خالص، مفيش ميكروب بقى بتاع اللوز ده مشي من اسبوعين وده التفاعل المناعي للميكروب. جميل، ده كويس. رقم 2 رقم 3 اللي بيحصل نوع من الحبوب الروماتيزميه او الكلاكيع الصغيره او نوديول تحت الجلد. تمام، رقم 4 اللي احنا بنسميه ايه الريسيما مارجيناتم، دي نوع من الطفح الجلدي مميز برضو يعني زي بطش حمراء صغيره كده غالبا في منطقه الصدر والبطن. رقم 4 اللي احنا قلنا عليها السيدنهايم كوريا دي اللي هي ايه تاثير اللي على الجهاز العصبي تاثير مؤقت كويس برضو عشان الناس الى حد ما متاخدش الموضوع مؤقت بحركات لا اراديه شويه سببها ايه البيزل جانجليا تاثيرها تاثير الحمى الروماتيزمية على البيزل جانجليا. جميل، دول خمسه ايه ما دول خمسه طبعا عندنا كده خمسه دول اسمهم 5 ميجور. جميل كويس، في بقى يعني العلامات الكبرى في حوالي كمان 6 ماينور اللي هم تاني. الارثرالجيا بقى اللي احنا قلنا عليها الاحساس بالالم في المفاصل يعني واحد مفاصله بتوجع بس مش وارمه ومش حمراء ومفيش ديسابيلتي كويس، يبقى ده ماينور ممكن تبقى دي حاجه ايه علامه صغرى كويس. ممكن اللي هو سرعه الترسيب تعلى ممكن السيري اكتيف بروتين يعلى دي تحاليل معمليه ماينور. نعمل له اي سي جي بنلاقي زياده في الحاجه اسمها البي ار انترفال كويس.
نعمل له اللي هو الانتي ستريبتولايسين او تتر، نلاقيه عالي او رايزنج. ماشي. بيتغير يعني دكتور، معلش برضه عشان نبسط للساده المشاهدين، في الماينور او في العلامات الصغرى احنا قلنا لغايه دلوقتي الم في المفاصل، تاني حاجه تحليل سرعه الترسيب، تحليل سرعه الترسيب، تالت حاجه سير تحليل اكتيف بروتين اسمه سير اكتيف بروتين، ده تحليل، والانتي ستريبتولايسين او تتر ده برضه تحليل. وفي حاجه كمان قلناها حاجه صغيره اللي هي يعني دي ما بيعتمد مش مساله ما بيعتمدش. هي الفكره ان في كرايتيريا متفق عليها علميا. أيوة. اسمها جونز كرايتيريا. يا اما يكون العيان عنده 2 ميجور، يا اما يكون عنده على الاقل واحده ميجور واثنين ماينور، عشان نقول ان ده ايه، حمر متزمن. جميل. في طبعا حاجات تاني ممكن تتعمل بقى، احيانا بيعملوا الكالتشر يشوفوا الميكروب مقيم في المزرعة ولا لا، مسحه من الزرع، مسحه من الزرع يشوف المزرعه الاسترين ده بتاع اللي هو الميكروب السبعي موجود ولا لا. جميل. ده للتاكد بقى يا دكتور، للتاكد. المهم الديسيجن ميكنج الدكتور هو الدكتور، الفكره ان يساعد العيان ان ياخد قرار مظبوط من غير ما يحطه وهو مش ما عندوش، نحطه بيبقى موجب او يبقى موجب ونجلكتهم. ده يعني احنا بنتجنب التشخيص الخاطئ سواء بالايجاب او بالسلب. ايوه تمام. عشان دي حاجه مهمه، حاجه مهمه عشان ترتيبات العلاج وترتيبات الوقايه. ما يترتب على الحمى الروماتيزمية أمراض خطيرة ممكن تيجي في الجهاز العصبي زي ما قلنا، في القلب وده موضوعنا الأساسي، أو في الكليتين، وأماكن حضرتك ممكن تحددها. طب يا دكتور، لو لا قدر الله تعالى الشخص دوت اتصاب بالحمى الروماتيزمية، تمام، إيه السيكويلي أو المشاكل اللي ممكن تحديدا بقى عايزين نذكرها، ايه اللي ممكن يحصل في صمامات القلب، اللي ممكن يحصل في عضله القلب، اللي ممكن يحصل في الكليتين، او لو حضرتك حابب تركز على القلب بس ما فيش مشكله، ايه اللي العيان يفهمه؟ يعني اتساع مثلا ضيق في الصمام المترالي ولا يعني لا قولهم. هو دي على حسب برضه يعني رد الفعل، او احنا بنتكلم على الوقت، احنا خلصنا قصه يعني ايه حمى روماتيزميه حاده، والعيان اتعرض لميكروب وبعدين اثره الحاد، تمام، وطبعا العيان لو في الفتره بتاع العلاج الحاد دي خد الفتره الحمى الروماتيزميه الحاده دي، طبعا في مطلوب منه راحه تامه، وممكن احيانا في عيان بين هوسبيتالايز ندخله المستشفى، يعني نحجزه في المستشفى وياخد الجرعات بتاعته كفايه، بندي نون ستيرويدال كويس، وخاصه الاسبرين بكميات كبيره شويه. ماشي. ما ينفعش في البيت، ممكن نديها في المستشفى. تمام. كويس. تمام. احيانا في بعض العيانين اللي عندهم نسبه التهاب او استسقاء جامد في المفاصل، او احنا بنلاقي في الموجات الصوتيه على القلب تضخم جامد في الصمام، او في كده ممكن، او الناس اللي هم عندهم كوريا ممكن ندي نسبه بريدنيزون او كورتيزون، ندي له جرعات برضو جرعات كبيره حوالي 1 ملي جرام لكل كيلو مثلا، يعني حوالي 60 ل 80 ملي جرام بير داي، ويمشي عليها اسبوعين كويس، وبعد كده نسحبها بالتدريج بس لحد ما يبقى كومبليتلي فري، ونبدا بعد كده نرتب للعيان ايفالويشن تاني كويس، نشوف هو عنده، ما هو يعني ممكن دوت في نسبه كبيره ما يسيبش سيكولي خالص، ما يسيبش اي مشاكل خالص، يعدي ويروح بس بنرتب له بروفلاكسس وقايه ما يجيلوش تاني. بنعلمه ازاي وقايه، اللي هو البنسلين طويل المفعول. ده واحد. رقم واحد الاول انه لما يجيله التهاب في الحلق يكشف وياخد علاج بدري. جميل. ما يسيبش نفسه كده مثلا اسبوع واتنين تعبان او عنده صديد في زوره، او جميل. ممكن يا دكتور استاذن حضرتك اللي قبل كده كمان ان هو يقي نفسه اصلا من الوقايه بقى. الوقايه ما هو ده احنا هنحط له مثلا غالبا طبعا على مستوى العالم البنسلين طويل المفعول ده حاجه شايفوها ان دي حاجه يعني بالنسبه لمنظمه الصحه العالميه شايفه ان هي حاجه مش مكلفه وامنه تماما بتتاخد في اول 3 شهور في الحمل، وتتاخد في التسع شهور بتاع الحمل كله ده بالعكس. فتره الحمل من الفترات الريسكي اللي يستحسن العيان اللي مش مواظب يواظب. يعني كلها بتخاف من اول 3 شهور في الحمل، بتقول تشوهات في الجنين وممكن يوقفوها في الحمل. فيري سيف، في منتهى كومبليتلي سيف. جميل. جميل. حتى بالعكس لما يكون عيان مهمل، او احنا قلنا مثلا نقول لا في الحمل انتهى، وقفناها له من سن 25 وهي حامل بعد كده، لا اقول لها لا فتره الحمل خديها. جميل جدا. عشان ايه يبقى فتره الوقايه احسن.
امان للام وامان للبيبي برضه. هل بيبقى في خطوره على البيبي؟ لا مفيش مفيش مفيش. البروتين ده الحمد لله ما بيعديش البلاسينتا، فما فيش اي كونكشن، ما بيعديش اللي هو من الام للبيبي، من المشيمه لل زي الفل. جميل. طيب الدكتور، بيبدا بقى ايه في عيانين وزنهم صغير قوي، ممكن اقل من 30 كيلو نديله نص واحده بس، نص واحده 1,200,000 دي. والعيانين اللي اكتر من كده بياخد حقنه كامله، بيتعمل له اختبار حساسيه، يفضل كل مره يتعمل له اختبار حساسيه كل مره. يفضل كل مره. ده الكلام المرضي. في ناس عندهم يعني حساسية. ممكن يا دكتور معلش هقطع حضرتك في النقطه دي، لان دي يعني شائعه جدا. ما احنا انا يعني هي الفكره ان احنا نتواصل مع المواطنين العاديين اللي بالزبط. مش اطباء. ان الحتت اللي هو يبقى عارفها تفيده بالظبط كده. ما هو في تفاصيل طبعا بس مش هتفيد بالظبط، دي بقى للساده الزملاء الاطباء. انما انا اللي يهم الساده المشاهدين جزئيه هو الحساسية. هو بيقول ان الحقنه مؤلمه. واشك ابني مثلا كل مره ياخد حقنه اشك اعمل له اختبار تاني بيكسر. ده الافضل، ده الافضل لصالح ساينتفك، ده الافضل وده الاكثر علميا. كويس. بس احنا دلوقتي ممكن لو عيان مثلا عمل اختبار حساسيه 3 4 5 مرات وكويس، ممكن نبقى نفوت مرتين ثلاثه ونعمل كده يعني. برضه ما نسيبش، احنا بنتكلم على الاصح يعمل كل مره، لان ممكن يعني بقاله مثلا 10 سنين بياخد حقنه البنسلين طويل المفعول، الجسم يولد حساسيه ضده في المره ال 11 ممكن. تمام. في ناس من الاول طبعا بيبقى عندهم حساسيه، بنستبدل الـ البنسلين من الاول بالاريثرومايسين 250 وانس. طب يا دكتور الاريثرومايسين كان في طبعا راس بيتاخد في مثلا اللي موصوف له ياخد بنسلين طويل طول العمر، هياخد اقراص طول حياته 10 ايام كل اول شهر. 20 يوقف. جميل جميل. وكان في طبعا برضو اقراص بس هي ما بقتش متوفره قوي، اللي هي البنسلين في او اللي هو مشهور الناس حتى عارفين اسمه اوسبين. ماشي. مع ان انتاج شركه مصريه بس بقت في ناس بتجيبه من بره يعني. والله. يعني مثلا في ناس يعني رهيفه قوي على الحقن، مش عايز حقن. كان بيستبدل برضو يعتبر. يا دكتور اعتقد ان هي فعلا هم مش بيتدلعوا لا بس الحقن الحقن اسهل ليه بقى؟ لان وانس بيرمانس وخلاص بس استريحت. انا كطبيب اطمنت. وبعدين الوقت ممكن طبعا في حاجات لوكال ممكن بقى تتخلط بيها دي. يا دكتور بتاثر على الانسجه الموضعيه للعضله؟ يعني لو في ناس بتضيف مخدر موضعي مع الحقنه. ده مظبوط الكلام؟ مظبوط مفيش اي مشاكل. جميل جميل جدا جدا. طيب دكتور، يعني احنا برضو عايزين نتكلم على احنا اتكلمنا عن جزء وقائي، نتكلم على العلاجات للمشاكل الناتجه عن الاصابه بالحمى الروماتيزميه. يعني لو لا قدر الله تعالى مثلا اصيب، حضرتك قلت لي ممكن بحركات لا اراديه، انت قلت لي اصابه مؤقته، هل ممكن تستمر تكمل في حالات يعني شديده النضر؟ في حالات شديده. طب الحمد لله. ولو كملت دي بتبقى فيتامين بي؟ لا هو بياخدوا حاجه اسمها هالوبريدول لو احتاجنا. طيب. غالبا بيبقى فتره الهوسبيتاليزيشن بس، او فتره اللي العيان فيها في المستشفى في الاكيوت اتاك. جميل. انما غالبا ما بيبقاش لها. هي نسبه ضئيله الحمد لله. نسبه ضئيله جدا. طيب معانا استاذ عزه. استاذ حضرتك يا دكتور اتفضلي. يا استاذ عزه السلام عليكم. عليكم يا فندم اتفضلي. دكتور سيد مع حضرتك. لو سمحت ممكن اسال سؤال بس في موضوع تاني غير موضوع الحلقه؟ اتفضلي يا فندم. بالنسبه لمرض السكر، ماده الميتوفيرمين لو الواحد فضل ماشي عليها على طول في منها اضرار؟ تمام شكرا لاتصال حضرتك يا استاذ عز. ماده الميتوفيرمين دي المادة العلمية طبعا، وهي اكيد عارفة هي يعني بتاخد تجاريا اسم ايه. فايه الميتفورمين؟ في مشاكل منها؟ لا، الميتفورمين ده من اقدم ادوية السكر في العالم تقريبا، وتلناو يعني من احسن الادوية. يعني هو من اقدم، وكل الابحاث الجديدة قالت ان هو يعتبر من حتى كوقاية او لتدهور حالة السكر. حاجة حلوة يعني. الرول بتاعته في او الميكانيزمات بتاعته او تحكمه في مستوى السكر بيشتغل على كذا مستوى. حتى حاجه اسمها حساسيه الانسجه لاستهلاك السكر. جميل. وخروج وطلوع السكر من الكبد وتحويله للجلايكوجين والعكس. فالميتفورمين وله برضو شويه تاثير بيقلل الشهيه شويه. بالظبط. بيستخدم احيانا في قصه الرجيم. كل تقريبا معظم انواع السكر ما عدا بقى بتاع الاطفال بنستخدم الميتفورمين. حتى الناس اللي هم يعني في سن الشباب 25 او ممكن بنبتدي برضو نديلهم ميتفورمين حتى لو هيحتاج انسولين. يبقى ان اديتف.
جميل. بيعمل تحسين على المدى الطويل، يعني مفيش منه اي مشاكل. جميل. هو كونترا انديكيتد في حاله واحده بس، ان أيوة. العيان يكون عنده مشاكل في الكلى، غير طيب. كده هو كده المشاهدين يعني ممنوع، او في حاله لما يكون عنده مشاكل. مرض في الكلى ايه بقى آه. مشاكل الكلى اللي ممنوع؟ لا مشاكل منها؟ يعني حاجه بتاثر على التخلص من الايونات، يعني مثلا وصل لدرجه لا معينة. مش ملهاش دعوه بالكرياتينين، لو لقينا في اي ديجري من كرياتينين كليرنس ديتيريوريشن او اقل من الطبيعي بدرجه حتى لو مش كبيره برضه ما يستحسنش ان احنا نديله ميتفورمين. يعني امراض الكلى يا جماعه نتجنب الميتفورمين، لو ان شاء الله المريض اللي غير كده ما عندوش حاجه في الكليه يتوكل ياخد الميتفور على الله سبحانه وتعالى، ياخد الميتفورمين طول حياته بدون اي مشاكل. تمام، بس برضه احنا بنتكلم على اساس ان برضه القرار للطبيب. جميل، لان الطبيب هو اللي بيبقى مقيم حالات لانه ممكن يعدل من الميتفورمين دواء تاني. انا بشوف العيان طريقه اكله، وزنه، عنده امراض تانيه غير السكر ولا لا بالظبط، الكيمياء بتاعته كلها سليمه ولا في حاجه تمنع، وهياخد الميتفورمين لوحده ولا يحتاج معاه حاجه تاني. جميل ماشي، احيانا بنحتاج ميتفورمين وبرشام تاني، وممكن الاثنين ومعاهم انسولين، يعني برضو خطه العلاج ممكن تتغير من وقت للتاني على حسب تقييم الطبيب لحاله المريض. تمام، العيان بيحاول او الطبيب بيحاول مع العيان ان ينقله من مربع ان هو مريض لمربع ان هو انسان طبيعي. جميل. بالاكل، بالرياضه، وما على المريض الا ان هو يساعد الطبيب. بس يعني بس الفكره الفكره انه ما يعني ما احنا بس يعني احنا كده افدنا استاذه عزه بان هي لو موصوف لها الميتفورمين تمشي عليه على حسب ارشادات الطبيب، لو قال لها تمشي عليه طول حياتها تمشي عليه طول حياتها، بس لازم المتابعه مع الطبيب لان ممكن خطه العلاج تتغير من وقت للتاني. طيب دكتور سيد بي، دلوقتي يعني احنا بنتكلم عن الحمى الروماتيزميه، هل في اختلاف ما بين الجنسين، يعني الولاد اكتر من السيدات او البنات مثلا؟ هنقول بنات لان تيجي في سن صغيره، ما فيش فرق تقريبا، ما فيش فرق، بتيجي بنسبه متساويه في الاثنين. تمام، يبقى الوقايه يجب ان هي لبنتي او لابني، لكله، للبنين والبنات. جميل. طيب احنا مع الوقايه تقريبا، مع يعني الوقت التوسع في الفحوصات والموجات الصوتيه والتحاليل دي كلها، الوقت تقريبا السيكوال اللي بقت يعني فيها كومبليكيشن بقت نادره، يعني يعني مثلا ما تسببش مشاكل الا نادرا. واحد احنا لقينا عنده نسبه ضيق في الصمام، بيتحط على بروجرام وقايه بالبنسلين، هيعمل موجات صوتيه كل سنه او سنتين على حسب ما الطبيب برضو يقرر ان دي حالته. يعني هنا يا دكتور معلش، هيبقى يجب استشاره يعني اخصائي القلب مع هو من البدايه بطن وقلب. ايوه من البدايه بطن وقلب. تمام. يعني طبعا هو عنده حمى روماتيزميه يروح لاخصائي قلب من البدايه، حتى لو هو بيشتكي من اللوز. لا 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 معلش، عايزين دلوقتي اخصائي البطنه. أيوة. اخصائي الاطفال. أيوة. أيوة. ملم بكل ما هو متعلق بالقصه دي. جميل. كويس، اخصائي البطنه واخصائي الاطفال. بما حتى بما فيها الجزء اللي يخص القلب او المفاصل برضو، عشان في ناس بتقول لا بتاع العظام هو اللي يقدر يفيدني اكتر. بالظبط يا دكتور، بالظبط. او حتى الناس الكوريه اللي احنا قلنا عليها برضو، بيبقى الطبيب ملم لما يبدا يحصل تاثير ميكانيكي لضيق الصمام او ارتجاع الصمام. ما هنا بقى احنا ممكن نتدخل بادويه متخصصه. احنا طبعا اهم حاجه ان احنا نحط العيان توعيه، خلاص، من ضمن التوعيه برضو التهويه، واللي بيدخن ما بيدخنش، والمناطق المزدحمه، واللي تعالى علشان العدوى، لان ده ميكروب، يجيله اي فيفر يعالجها بدري في اليوم الاول او الثاني. الحراره طبعا لازم الاهتمام بيها، يواظب على حقن البنسلين، يواظب على زياره للطبيب كل 6 شهور، مش هنقول كل كتير قوي. ماشي. ممكن نحتاج نعمل له موجات صوتيه كل 2 سنين حتى. جميل. لو هو حالته ماشيه تمام، مفيش اي مشاكل خالص. جميل. في ناس بقى طبعا بيحصل لهم بروجريشن مثلا ضيق زياده في الصمام او نسبه ارتجاع، ودول بيبقى على حسب الحاله، بيبقى في تدخل ممكن ودي برضو حالات تمثل ندره من الكل. الحمد لله. ممكن يحتاج بقى سواء توسيع بالقسطره بالبالون للصمام الميترالي، بيبقى سبب يا دكتور ان العيان مش ملتزم بالادويه في جزء من كده، كويس. في ناس الرياكشن بتاعهم عالي شويه، ولا ممكن يكون الميكروب اصابه مره ثانيه، الرياكشن المناعي بتاعه اكسسيف شويه.
لا يعني انا اقصد حاجه دكتور، يعني هو في وقتها بس في بدايه المرض، ولا ممكن بعد سنتين ثلاثه اربعه يحصل رياكشن تاني؟ ممكن. 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 وارد. ممكن. ممكن. لو احنا طبعا ما اتبعناش الايه؟ الاساليب الوقائيه والمتابعه مظبوط. جميل تمام. طيب يا دكتور، هل احنا عندنا نسبه الامراض الحمى الروماتيزميه في مصر نفس النسبة العالمية ولا احنا عندنا لا الوضع؟ طبعا هو بص، هو تقريبا من سنة 88 البلاد المتقدمة زي الاتحاد الأوروبي وأمريكا تقريبا ما بقاش فيه، يعني بقى حاجة هيستوريكال بقى إن يبقى فيه حمى حاجات روماتيزمية. دراسات أكاديمية فقط ما بقاش فيها خالص لا ولا يعني حاجات بقى يعني قليل يعني، إنما طبعا الدول النامية طبعا لسه فيه برضو الوعي وانتشار الميكروب، التثقيف الصحي التثقيف الصحي والخدمة الصحية برضو وثقافة الناس، ويعني في كذا حاجة لسه موجودة طبعا حاجات. مكافحة العدوى ليها دور فظيع في المجال ده يا دكتور، طبعا طبعا بما اكيد. اني يعني متخصص في مكافحة العدوى، طبعا فمعلش حبيت ان مكافحة انا العدوى طبعا مهمة، يعني هل ممكن ان مهمة حد، جدا في مصر كمان هل بالذات. ممكن حد يخش المستشفى لسبب تاني خالص يطلع لا قدر الله تعالى بحمى روماتيزمية؟ هي الفكرة في ايه يعني؟ لا برضو، لا برضو لا. ليه بقى؟ لان احنا قلنا ان احنا كلنا متعرضين للميكروب ده فهو مش كويس. فارقة جوه المستشفى من بره المستشفى. هو بيتعرض بقى، يتعدي من ابنه او من المدام او من واحد في الاتوبيس، او مش بتتفق، هو عنده استعداد انه يتفاعل بالشكل دوت مع الميكروب ده جميل. كويس. وفي الغالب ممكن يبقى تفاعله بسيط ويخف خالص ويحصل له ريزوليوشن ويخف، ما يبقاش فيه اي مشاكل. احنا بنتكلم عن نسبة بسيطة هي اللي بتحتاج ان احنا نأكد عليها في الوقاية والعلاج. طب دكتور معلش انا هنتقل لنقطة تانية مهمة جدا. ساعات يا دكتور الطفل بيبقى عنده الميكروب السبحي، تمام. مواصفات، انا هرجع برضو لحضرتك، ايه هي المواصفات الاكلينيكيه اللي تبين لنا ان ده ميكروب سبحي ولا ده التهاب فيروسي عشان الدكاتره تبدا تكتب مضادات حيويه؟ الدكتور بيكتب مضاد حيوي لمده 10 ايام لما يكون طبعا في العيان، علشان دي الفتره الكافيه للقضاء على الميكروب السبحي. تمام. معظم الامهات ما ما بتكملش بتكملش. الفتره. طب هنكمل النقطة دي بقى بعد إذن حضرتك يا دكتور بعد اتصال أستاذ ماشي. محمود. اتفضل يا أستاذ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم الدكتور سيد لو سمحت. اتفضل يا فندم الدكتور سيد مع حضرتك. طب بالنسبة اللي أنا عندي روماتويد صدفي. روماتويد صدفي. أه. أيوة يا فندم. ده له علاقة بالحمى الروماتيزمية ولا ملوش علاقة بيها؟ هو ملوش علاقة بس هرد لك بالتفصيل بقى. شكرا. بالنسبة للعلاج يا دكتور أسأله بس على حاجة. أنا باخد حقنة من نص سنتي كل أسبوع. وباخد حبايه كل يوم اللي هو القرص، اللي هو القرص ميسوتريكسين، العلبه ب 30 جنيه ديت النوع هات لي الدوري احمد كده. احمد الدوري احمد. وهو ده علاجك؟ هو بيسال احمد تقريبا ابنه. ماشي. خلاص مع حضرتك يا استاذ محمود. نوع دواء اسمه ليفومين. ماشي 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 يا استاذ محمود. شكرا لاتصال حضرتك يا فندم. والف سلام على حضرتك. طيب هو برضو اثار نقطه مهمه بالسؤال بتاعه ده برضو، احنا عشان ايه لازم الناس ما تعملش خلط ما بين التهاب المفاصل بتاع الحمى الروماتيزميه والانواع التانيه اللي لازم نفرقها عن التهاب المفاصل بتاع الحمى الروماتيزميه. جميل. من ضمنها طبعا اللي احنا بنسميها امراض المناعه بقى، اللي هي اصلا المرض اصلا في خلل في المناعه بتاع الجسم، ان الجسم بيبدا يتعامل مع بروتينات ذاتيه المفروض انه ما يتعاملش معاها، من الطبيعي انه ما يتعاملش معاها. بتبقى ذاكره الخلايا المناعيه بتاعت الجسم او كرات الدم البيضاء مبرمجه على البروتينات الذاتيه للانسان ان هي ما تتعاملش معاها او ما تحاربهاش او ما تهاجمهاش. كويس؟ في بعض الامراض بقى اللي احنا بنسميها امراض ذاتيه المناعه او اوتو اميون ديسيز، ان الاجسام الاجهزه المناعيه بتاعت الشخص نفسه بتحارب بعض البروتينات عنده هو على يعني حاجه غير طبيعيه. عشان بس الساده المشاهدين ما يتلخبطوش، احنا قلنا في الحمى الروماتيزميه بيحصل كده بس بيبقى في ميكروب سبحي هو السبب، بيروح يهاجم الميكروب السبحي ويهاجم بروتينات موجوده مثلا في القلب مشابهه. انما في الامراض اللي هي الروماتيزميه الثانيه اللي حضرتك اشرت اليها، بروتين موجود عند الانسان طبيعي، المناعه بتهاجم البروتين على طول. أيوة. من غير اي ميكروب. ايوه جميل. دي طبعا الاشهر حاجه فيها اللي هو الروماتويد، مرض الروماتويد والذئبه الحمراء وانكيلوزنج، سلسله كبيره بقى تخصص لوحده ده بقى ايه كبير. امراض كتير. ايوه. مختلف خالص الحضور بتاعه في والام المفاصل مختلفه، غالبا بيشتكي من مفاصل صغيره
كويس من الايدين والرجلين، وممكن يشتكي برضو من مفاصل تانيه. بس اشهر في في المفاصل الصغيره. يعني احنا لما حضرتك ذكرت في الرمد ده الكعب والركبه والجوع المفاصل الكبيره مايجريتنج ويتنقل من مكان لمكان ويهاجر من حته لحته. انما الروماتويد بيبقى له بيجي في الصوابع مثلا ويشوه يعمل تشوهات ممكن يعمل بقى لو هو مش لو ما اتعالجش كويس او ما تشخصش بدري ممكن. تمام الذئبه الحمراء ماشي. في امراض كمان مش من ضمن امراض المناعه ولا المفاصل بتعمل الام في المفاصل، زي مثلا البروسيل، ميكروبات بسيطه في البطن مثلا اللي هي شبيهه بالتيفويد او بتتنقل من الالبان او الحاجات بتاع المواشي والحاجات دي، ممكن تعمل برضو الام في العظام او الام في المفاصل. ودي طبعا اللي هيفرق ويقول لنا ان احنا في المكان الفلاني الدكتور الطبيب. والكشف والتحليل والفحوصات. جميل. نمشي في الخطوات العاديه وما ندخلش المسائل في بعض. جميل. السؤال اللي الاخ بيقول عليه ده حاجه تبع السورايسيس او حاجه مرض جلدي، بس من ضمن اعراضه التهاب في المفاصل اللي هي الصدفيه. احيانا بقى بيعمل التهاب في المفاصل وبرده بياخد علاج زي الروماتويد، بياخده اللي هو الميثوتريكسيت او بتاعه، ويفضل طبعا ان هو يتابع مع متخصص في امراض المناعه. امراض المناعه ولا الجلديه؟ او اوتوميون ديسيز او الجلديه. هو جلدي. مشترك، هو دلوقتي في مكان في وضع مشترك ما بين الايه، ما بين الصدفيه دي تبع الامراض الجلديه او الاعراض والامراض المناعه. وغالبا بياخدوا نفس العلاج. جميل يا دكتور. نرجع تاني للكلام في نقطه مهمه جدا، موضوع المضاد الحيوي هنتكلم عليه. حضرتك هتدي نصيحه للناس ان هي ما تاخدش مضاد حيوي من نفسها، من نفسها، ولو خدت مضاد حيوي تكمل الفتره بتاعته. تمام، اتفضل يا فندم. طبعا هو يفضل ان العيان ما ياخدش اي حاجه في يعني زياده عن خافض الحراره او الحاجات بتاع الرشح من نفسه. حاجات هي حتى في اوروبا او في امريكا محددين ادويه معينه مسموح للمريض ان يصرفها من الصيدليه، مش زي عندنا طبعا. سبحان الله، بيبقى مكتوب الدواء والصيدلي ملتزم وهو حاطط الحاجات دي حاطط في رف لوحده. ومسمينها كاتيجوري كده ان دوت حاجه بناء على طلب المريض. مش عيب يعني، مش عيب لا مش عيب ان الطبيب يبص على جدول ويقول يختار الدواء بتاعه. متصنف كويس. الواحد دلوقتي اللي بيجي له نزل برد، زكام، احتقان في الزور، سخونيه، الم في المفاصل، مش قادر، بكح، الدكتور بيبص عليه. الالتهاب الفيروسي بيبقى غالبا الحراره مش عاليه قوي، الاعراض مش كتير، معظمها بيبقى عطس ورشح وكحه. كويس. شكل الزوزتين في الكشف بيبقى مجرد احتقان بس، نادرا لما يبقى مشابه للحاجات اللي فيها صديد او. الدكتور برضو بيدور على كومبليكيشن، بيبص على طبله الاذن، على يعني لو في اي اعراض تانية، على ناس بتبقى جاي لها بقى التهاب رئوي تاني مع الانفلونزا. يعني الدكتور هو اللي بيقول ان ده فايرال انفكشن وهيحصل له نورمال، ان يحصل له شفاء كده. ايه يعني ده التهاب فيروسي وهيعدي لوحده؟ هيعدي لوحده بشويه، ده ما يتاخدش مضاد حيوي. شويه مسكن، شويه خافض للحراره، حاجه للاحتقان الانف، حاجه للمهدئه للكحه. بس مش اكتر من كده. اي العيان ممكن نعمل له بدريست يوم اتنين خلاص، راحه في السرير. طب العيان دوت، لو العيان ده انا وانا بكشف عليه، طيب معلش يا دكتور في النقطه دي، معلش انا اسال سؤال جايز يبدو ان هو مش ذكي شويه. بس فعلا بيحصل يعني في الالتهاب الفيروسي. الامهات بتقول انا الدكتور قال لي ما تديش مضاد حيوي وهو عنده التهاب فيروسي، واديت له مضاد حيوي وتحسن بسرعه اسرع من لو سبته من غير مضاد حيوي. ازاي هي الفكره بقى في ايه؟ اللي هو معظم الميكروبات وخاصه في سن الطفوله، معظم الميكروبات وخاصة برضو الأمراض الجهاز التنفسي العلوي اللي هي الموست كومن. طبعا هنا طبعا في الدول النامية أكتر حاجة الميكروبات المعوية وميكروبات الجهاز التنفسي العلوي اللي هي معظم الانفكشن مرتبطة بالمستوى المعيشي المتوسط. طب استاذن حضرتك يا دكتور، احنا معانا اتصال وبعد الاتصال يا بيه انا عايز حضرتك بقى توجز. ليه؟ لان قدامنا 3 4 دقائق، فعايز حضرتك تقول ماشي. كل المسج، الرساله اللي حضرتك عايز توصلها للساده المشاهدين. تمام. استاذ دعاء، اتفضلي يا استاذ دعاء. السلام عليكم. اهلا بيك. لو سمحت ممكن كلمة دكتور؟ اتفضلي يا فندم. لو سمحت، انا معايا جوزي بيحصل له الم شديد في المعده، وبعد كده بيحصل له قيء، بعد كده بعد القيء اخر القيء بيحصل له ترجيع دم زي نظام الكبد الصغيره كده.
فقدنا الاتصال للاسف الشديد. الف سلامه على زوج حضرتك يا استاذ دعاء. دم لون الكبده يعني غامق شويه ولا ممكن يبقى احمر فريش؟ ارد اتفضل ارد على السؤال بقى دلوقتي ولا في مقاطعه تاني؟ ما هو لو اتصل بقى يبقى خير. طيب تمام. لا اللي هي اللي بتتكلم فيه دوت معناه ان عيان نحطه على المنظار على طول على طول مش هنستناش. مع يعني كلمه ان الدم يتحول لكتل صغيره زي الكبده كده معناه ان كميته مش صغيره كتير. من ضمن علامات ان كميته مش صغيره. ممكن بقى يا دكتور لا قدر الله تعالى يبقى قرحه يبقى حاجه فيه. ممكن كذا حاجة. بس احنا كتير. بنتكلم على ان بسم الله الرحمن الرحيم منظار كويس بالظبط. وبرده الدكتور ياخد الديسيجن برده. انا مش عايز بقى حد من 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 حد وصف له او من حد جاره او مفيش مجال لكده بقى خلاص. انا بشوف العيان انا لما بيجي لي عيان زي دوت فايتال ساينز كويس، شوف ضغطه كويس، فقد دم كتير ولا لا، في دم نازل في البراز ولا لا، العيان نبضه سريع ولا عنده اعراض ان يحصل له صدمه من انه في دم كتير نزل او كويس. انا مستغرب بصراحه ممكن دكتور. نركب له الكانيولا بس واروح اقول له على المنظار يعني بس اضيع معاه دقيقه واحده وبعد دقيقه واحده يكون في المنظار. انا ان شاء الله بامل ان استاذه دعاء تكون ممكن كشفت. طيب بس مش بسال ومستنيه على الدم برضو. انا بكلمها ان احنا الطب هدفه عموما ان احنا عايزين 100% من الناس يبقى صحتهم 100%. يعني الهدف الانسان ان يبقى طبيعي جميل مش مريض كويس. الطبيعي الانسان يبقى طبيعي. فممكن طبعا يكون سبب بسيط جدا في المعده هو السبب. احيانا بيبقى ناس عندها قرحه بسيطه في المعده وينزف كتير قوي اكتر من عين الكبد بالظبط، ومجرد ما يبدا ياخد العلاج بيبقى 100% كويس. جميل الحمد لله. ان شاء الله بعد اختراع المناظير مثلا في الثمانينات او في السبعينات الناس خلاص ما بقاش في اي نوع. مجرد ما شوف لو العيان فقد نص دمه في البيت مجرد ما يصل للمنظار احنا كده عملنا العيان شفاء بنسبه 90%. طب الناس بتخاف من المنظار، نعمل ايه في ليه؟ الموضوع ده بتقول ان هو التكنيك بتاعه مقلق وهدخل خرطوم في بقي وهيخش في المعده سيف. ومؤلم وحاجات زي كده. سيف امن سيف. تماما امن تماما. وطبعا احنا يعني اللي هنا الاطباء بصراحه طبعا يعني المنظار طبعا خلاص موضوع المناظير ده والجهاز الهضمي هنا في مصر بقى فيه خبرات يمكن اكتر من بره عشان احنا يمكن الحاجات دي اكتر شويه عندنا وسهله وبقت ما فيش واحد مثلا بعيد عن بيته اكتر من 5 كيلو في منظار. يعني مش بقتش الحمد لله انتشر جدا في معظم المراكز. سهله جدا ومفيده جدا ومجرد ما العيان يوصل للمنظار غنى عنها. يعني عشان من الاخر ما يعني لو موصوف لك يبقى لازم هيتعمل منظار ان شاء الله تعالى. ان شاء الله تعالى لصحتها. طيب يا دكتور برضو لو في اي حاجه حضرتك حابب تضيفها برضو نفيد بالساده المشاهدين بيها، اي نصيحه او بريسكريبشن روجيتا بسيطه كده. تمام. انا بس طبعا الحاجه اللي بتلفت نظري ان بيبقى في ناس بتقلق زياده. انا مش يعني حكايه القلق دي مش مطلوبه خالص. المفروض ما نقلقش تماما. انا لا في نوع درجه بسيطه من القلق مش ما نسمهاش قلق بقى الاهتمام. تمام مهم تمام. مهم وان انا ارجع للطبيب ببساطه وهو يقيم لي الحاله بكل دقه ووضوح ويعلمني ازاي الوقايه وازاي العلاج. وممكن يكون 99% من القلق اللي انا رايح بيه للطبيب ده غير حقيقي، مبني على معلومات غير كامله. شكرا من شخص مش شكرا متخصص. شكرا يا فندم. شكرا دكتور سيد على اللقاء المفيد والممتع ده هوت. بشكر حضرتك جزيل الشكر. شكرا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه مع ارق الامنيات بدوام الصحه والجمال، وعلى وعد بلقاء قادم ان شاء الله تعالى. بذكر حضراتكم كل يوم الساعه 5:15 معاده يوم الاثنين والخميس. دكتور ياسر شقوير سعدت بكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.